لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. لبيك اللهم لبيك. راني ان بون سونتي، ما يخصني والو، رانا لاباس هذه الساعة، ما يتخلقوش. ولاد اللي حاضرين واللي راهم يخدموا كذلك، خاطر كاين اللي مراهمش في البلاد، كانوا عاد فرنسا وعاد في الاخر، نقول لهم راك تشوف ها، واكثر جينا احنا شويه كبار، انا والعجوزه تاعي، خافوا علينا. الحمد لله على نبيا، انسلم صحابين بقيت مره، صحابي الوضع مزور، الرونا، خواليتنا، يطولان. كنينا كنو صادق الوضع مزور، نقصر، دايت مثلا كنو صادق 4 ديال النهار، دايا نروح دو 14. أنا ثلاث ورق لا أزكى 8 أيام، سلاك في الوالد الناك لندينا دي الدريانا دي مولانا. نسلم على بناتي ويما ومرتي وكاع لا فامي تاوعي. ورانا لاباس علينا قاعدين. الحمد لله شعب الجزائر كله لاباس عليه. ونعم بالله، شكرا والسلام عليكم، بارك الله فيكم، ونشكر تلفزيون الشروق على هذه المبادرة الطيبة اللي أتاحت لنا الفرصة هذه. الله يجعل إن شاء الله يكون حج مبرور وذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور. والله يجعل ربي يبارك فيهم إن شاء الله قناة الشروق على المبادرة اللي داروها معنا. نتقدم بتحياتي لقناة الشروق أولا، الشعب الجزائري عموما، وناس برج بعريريج خاصة، نقول لهم الحمد لله رانا بخير، وربي يلحق الناس ككل إن شاء الله، أي واحد يتمنى هذه البلاصة ربي يلحقه إن شاء الله. نهني لكل الحجيج على في حجيج عام 2016، فهمتي، وحج مبرور وذنب مغفور وسعي مشكور. نحمد ربي لي يعني وفقني للحج العام هذا 2016، وهذه تحياتي إلى عائلة منصوري من حي عمراني محمد بلدية البسباس، والحمد لله كل الأمور يعني متوفرة، وحج مبرور وسعي مشكور، ونتمنوا يعني اللي متمناه كل صلاة إن شاء الله، والحمد لله على فضل ربي. أودي تحياتي إلى عائلتي وأولادي، وخاصة بنتي رهف، وإلى ابني محمد، وإلى عبد الباسط، وإلى أبي وأمي، وإلى زوجتي العزيزات. إن شاء الله كتبنا العام هذا إن شاء الله حجة المبرورة وسعي المشكور وذنب المغفور، وهدي تحيتي إلى أهلي كلهم خاصة بالعايبة كومبلي. أبلغ تحياتي الحارة إلى أبنائي طاهر، هشام، يعقوب، وجميع الأحباب وسكان بلدية الحجار. سوالي لأولادي طاهر، هشام، يعقوب، خليدة، زهيرة، منساش خليدة في فرنسا، وسكان كل بلدية الحجار، ونرى الحمد لله يا ربي، الحمد لله، نحمد الله ونشكره، بدون أنسى خواتاتي وخواتي الدراري طاهر، ناصر، ومحمد، وحسن. ونسلموا على الأولاد ونقولوا لهم باللي الظروف هي تمر لباس والحمد لله. نسلم على أولادي كريم وعصام وهشام ورياض، سماح، كريمة، صباح، وأفراد العائلة، والسلام عليكم، وراني بخير على خير. ونتمنى الحج مبرور وذنب مغفور وسعي مشكور، ونسلم على الأهل والأولاد والعائلة الفاميليا، بناتي أولادي، وشكرا للبعثة الجزائرية، وراهم متهلين فينا، عاملين بينا، ناكلوا مليح، نرقدوا مليح، حاجة ما راها خاصتنا. تحياتي لكل الشعب الجزائري، ونتمنى كل الخير للأمة الجزائرية بصفة عامة، والحمد لله. أبلغ تحياتي كل العائلة، وأنا بخير والحمد لله. جيت باش نسلم على أولادي، راني بخير لاباس عليا، الحمد لله. أنا الحمد لله، أنا قاومين بينا الحمد لله، رانا الحمد لله، واش نقول. إن شاء الله
نكملوا الحج نتاعنا بسهوله ان شاء الله. تقدم تحيتها الى العائله الكريمه والى بناتها ساره هاجر وآية، ونتمنى ان يتقبل الله منا وان يكون حجا مبرورا وذنبا مغفورا. يقدم تحيته الى العائله ولا بناته، ونحن في صحه جيده. ونسلم على اهلي، وانا سلم على محمد طاهر ولدي مع فيصل فوزية سليمة العبلة ليلى، وسلم على خالتهم زهرة، وسلم على جماعة كل اللي يشوفوا فيا ويعرفوني. ورانا الحمد لله رانا لاباس في صحة جيدة، ورانا مطلين بينا ورانا قايمين بينا بالواجب. أهدي سلامي إلى كل أفراد العائلة الموجودين بالجزائر العاصمة وضواحيها، وأخص بالذكر حفيدي مهدي وكل أفراد الأسرة الآخرين. أما فيما يتعلق بنا أنا والحاجة فنحن في بخير وعلى خير، وكل الحجاج على كل حال الجزائريين الموجودين هنا يتمتعون بصحة جيدة وهم في أحسن الأحوال. نبلغ سلامي الحار إلى الوالدين الكريمين، إلى الزوجة الكريمة والأولاد، وإلى جميع أفراد العائلة. نحن بخير والحمد لله رب العالمين. سلم على أهلي جميعا، من الزوجة إلى الأبناء إلى الأخوات إلى جميع الأصدقاء، وشكرا للشروق التي ساهمت في هذه اللحظة. سلم على أولادي وبناتي وجميع الأفراد العائلة وعرايسي وجميع الأحباب والأقارب والأهل من قريب ومن بعيد، ونتمنى الصحة والعافية لجميع الحجاجين الميامين. وبلغ سلامي لأبنائي وزوجتي وإخوتي وكل من أعرف، أبنائي زينب محمد مهدي طه الأمين وباسل عبد الصمد، كما أبلغ تحياتي لسيد علي والحاج وفؤاد ورابح. يسلم لي على ذراري كامل، وصورته رضوان، صورته رضوان، ورد بالك يا رضوان على خاطرك. وإحنا لاباس والحمد لله ورحمة ربي ونسى الحمد لله وعايشين معقبين الحج، ونسعرفوا بحكومتنا ولا إله إلا الله محمد رسول الله. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. لبيك اللهم لبيك.